هعمل شوربة الرامن. عندي هنا الزيت، هشوح بصلة ضفت الثوم والزنجبيل وفلفل عشان نكهة الفلفل كمان، حطيت الكرفس والفلفل الرومي والزنجبيل والثوم، حطيت بابريكا وفلفل اسود اويستر صوص، حطيت شوية سكر، طبعا هنزود مية، واخر حاجة بنضيف، استخدموا اي نوع نودلز تحبوه، مش لو سبايسي استخدموا السبايسي او تاخدوا بس المسلوق ده. هسيبها تغلي شوية، بعد كده هضيف باقي الحاجات. بعدين جيبيلي اما بتضيفوا خل او عصير ليم، الليم الاخضر عشان يديله طعم وريحة جميلة. هضيف حليب جوز هند كان صغيرة، يعني 165 ملي. كده السوب بتاع الرامن جاهز، فاضل نجهز الفراخ والبوك شاي، ولا ولو عندكم اي سبروتس، مانج بين سبروتس، اي سبروتس تقدروا تضيفوها. هستخدم البوك شاي، هو من فصيلة السلق وطعمه زي السلق، بيدبل بسرعة. هدبل البوك شاي، برضه هحط له شوية سوب اما يدبل وخلاص، مش عايزينه انه يطبخ. اما تغلي الشوربة هسقط النودلز من غير ما اقلبه، من غير تقليب. انا عاملة الرامن بالفراخ، فهحمر الفراخ اخر حاجة. نحبها تستوي الفراخ كده، فراخ الرامن جاهزة، هقطعها شرايح واضيفها على كل طبق شوربة. طبعا انا قطعت الفراخ ووزعتها، وهنا النودلز ودي البوك شوي والمشروم والبصل الاخضر. كده الرامن جاهز، طبق الرامن جاهز.